هلأ مشاهدينا من كف حلقتنا ومعنا ضيفين محبوبين على قلبنا، الفنان سعد حمدان ومدامته لولو. بالبداية بدنا نحكي شوي معكم عن كيف تعرفتوا على بعضكم، كيف تقلتوا من الحياة العزوبية لحياة الزواج، كيف عرفت انه مع لولو رح تكفي حياتك؟ ونفس السؤال لك. بلشنا بالفضائح، كيف تعرفت عليها؟ أبدا مش فضائح، هو بالأحرى خلينا نقول 2019 اللي كانت حملة شوية هموم لكل الناس، كانت حملة فرح لإلكم وتكلل حبكم بالزواج. خبرينا كيف تعرفت على سعد؟ بالنسبة للموضوع المعرفي، يعني كيف تعرفنا على بعض، كانت هي بالبحر عم تتسبح، عرفتي كيف؟ وعملت لي من هونيك على الفيسبوك. فيسبوك بلشنا فيسبوك حبيبتي، هو كان اسمه فيسبوك اوكي، بعدين سموه فيسبوك. طيب اذا بترجعي للاصل، الاصل هي من وقت كانت على البحر هي عم تتسبح، يعني عم تتب البسين وعم تتشمس، وانا كنت مارق من حد البسين، شافتني هي فعملت لي شو بسموه هيدا؟ اد يعني، وطلعت لعند الاد وشفتها انا، تفضلي كفي، بدك تحكي كفي. عادة انا ما بعمل هيدا، هي ما بتعمل شيء ابدا. انا بفوت تغرب الهيدا، يعني بحط الهيدا وعملت لي سعد حمدان. مشكله تفضلي، فيني احكي؟ ليش عم بعطيك انا؟ عادة انا ما بعمل هيدا لحدا. سألتني لإلي وسألني الاستاذ، لأن انا كان بدي احكي بس لياقة مني عملك تفضلي احكي. فيني احكي؟ حكيت شيء انا؟ ما حكيت شيء. الحمد لله. اوكي. لا حتى ما تقولوا يعني انه انا بفوت على العالم، ما عم فوت على حدا. تفضل. يلا. عادة انا ما بعمل اد لحدا، بس بحب كاركتر عدنان. عملت له اد، عمل لي اكسبت. شوي حكاني على الماسنجر، بعد شهرين عملت اكسبت، مش دغري. لا مش بعد شهرين. طيب شهر و25. ايه والتقينا مرتين ثلاثة على اساس فرنس وهيك. بعدين تعودنا على بعض. بعدين طلعت فكرة الزواج. فأكيد أنه ما قلت إيه، أخذنا وقت لنعرف بعضنا. بعد 3 سنين ونص تزوجنا. شو هو؟ إيه هو هذا الفيسبوك هو سعد. هو ما له قال لي سمسار. يعني بعتبر أنه أنت كنت من متابعي سعد. إيه أكيد أكيد. أنا كنت أول مرة بفوت على السينما وقت اللي حضرت الموفي تبعه، ما بدي اعرف شو بدي يصير بعدين ب العالم حامل يافطات برا، عدنان هي بتشوف كذا. كان اول مره بتحسنها الروح المرحة سعد على طول حملها بحياتك. شوف شو بعمل فيها يا حرام. شو بتعمل فيها؟ يا مقالي يا بعياب بخليها تنكريز. لا بس صرت حافظته انا. تسالني شغلات بعرف انه هيدي بتنكرزها، بصير بعمل انا بغير الاشياء للبوزيتيف، يعني انا بكون ما قاصدها يعني وبتولع هي. لا انا بقول لها طولي بالك، ما قصدي والله ما هيك كذا، بس ما هي حرام قلبها طيب. بس انت قول ان بتوين شو بيصير وقت ان تعمل فيك شو؟ انا كيف بلد ان بتوين شو بعمل فيك؟ بترد لك الكلام. والله هي عم تلعب شو بيسموه هذا اللي ستريت فايت وهيك، فتت ستريت فايت، حتى كل ما اعمل شيء هيدا من اول مشاكل عانيتها بالحياه الزوجيه. والله بنصح اي واحد بده يتجوز ما ياخذ برا عم تتمرن ستريت فايت. انا وين كاميرتي هون؟ ستريت فايت تبو. اذا بدنا نحكي جد سعد، شو دور المراه بحياتك وشو رايك بالمراه بشكل عام؟ لكن انا دائما كنت اقول بولا انه يعني انا مع 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 حمايه المراه ومع حقوق المراه، ودائما كنت بنتقد القوانين اللبنانيه يلي فيها مثل ما بيقولوا تسلط للرجل على المرأة ببعض القوانين. هلا لولو من الناس يلي اول شيء انسانه متواضعه جدا، مجتهده، هلا منا ماديه، بتفوت بمشاريع من دون تخطيط الحمد لله. مرات بتتحش. اي ساكسيد يعني. ساكسيد بهالوضع هيدا ساكسيد. يعني ساكسيد علينا وعلى ساكسيد. يعني بس دائما دائما بحاجه للانسان يكون حده انساني.
دائما بحاجة. أنا ما كنت مقتنع بفكرة الزواج. كيف صارت ما بعرف، بآمن بالنصيب، هذا هي النصيب. سحر المرأة. ها؟ سحر المرأة. ايه فرجينا شو؟ هلا عم بتشوف؟ لا انه يعني بل عم شو عم أكد على كلامها قدام الناس ما تبهدلينا. شو أكثر حسنة بعد ما حياة الزوجية وتسكنوا مع بعض وكل شيء، شو أكثر حسنة لقيتيها بيساعد، وشو أكثر شيء هيك سيء أو بيسبب يمكن مش مشاكل يمكن مثل تعارض أفكار بيناتكم؟ ايه هلا انا مبلش بالبوزيتيف ثينج. هلا سعد انسان كثير بريء من جوا، قليل ما تلاقي يعني الرجال بريء بتصرفاته وكريم وبيساعد بدون مقابل، يعني مما طلب منه بتلاقيه عم يركض. في عنده بعض حسنات كثير بس ما بدي اقول احسن ما يطمع بعدين. خليهم بعدين لغير لا مقابل. لا لا اعترفي هلا في عادي عم بسألك شو هن الشغلات الايجابيه مفروض فيك تقوليهم بدون اي كثير. ايه في شغله كثير مهمه، في شغله كثير مهمه انه اقرب رجال لقلب المراه هو الرجال بيضحكها. ايوه فسعد هذا الشيء اللي حبيته فيه. انا كمان مين بيضحك سعد؟ مين بيضحك سعد؟ اوقات انا بضحكه بقصص هبل يعني بعملها. ايوه هو بيضحك على هبل فهيك بنقضيها، يعني ايام بنقضيها ايام بنقضيها بنتخانق، اكيد بنتخانق لانه ما في اثنين ما ممكن يتخانقوا. يعني مرات بنتخانق على قصص هيك سخيفه بكون كل حدا منا عنده ديفرنت برسبكتيف، بس اخر شيء يعني يا بيقبروا يا بيقبروا يا بيقبروا. فيني علي على برسبكت شوي ده؟ برسبكتيف. شو يعني برسبكتيف؟ يعني وعنده وجهة نظر معين. أنا بعرفها بس بلكي حدا عم يسمعنا ما بيعرفها. في كثير ما ايه معك حق، ما أنا جايبتك مترجم. برسبكتيف، ديجستيف، كونكريتيف مثلا، بس هيدي اللي قالتها. ايه فبالآخر حدا منا بيقبل، بس أنا أكثر شيء دائما بربح عليه. عم تتعلم ستريت فايت. سعد مؤمن انت بالعيله؟ حابب تكون عيله؟ لانه انت عم تقول لي ما كانت ضمن مخططاتك الزواج وصارت. بدك للصراحه بعد ما يعني ما 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 بعرف شو شعوره غير ما جربه. يعني بقول لك ايه بس في ناس بيقولوا لي بس يجي الولد شو لا بيعود فيك تترك البيت، بتصير بدك تدق تليفون وينه تحت التخت تحت الكنبية تيجي على البيت الساعة 5 هو بعد ما حسيتهم. أنا يعني عنا حاسستيهم؟ عنا هلا أنا جربته مش the same experience أكيد، بس عندي بابي جايبته جديد فهو متعلق فيه كمان، أنا تعلقت فيه. فبس أظهر من البيت ضلوا فكري كيف أمتى بدي أرجع. بالعادة أنا ما بفكر أمتى برجع على البيت، بس بضل بالي عنده بدي لخاله شو. فبحس إنه هيدي التجربة بعد حعيشة على أكبر وقت يصير عندي بيبي حيكون بحس حالك ريدي للأمومة. أنا بحس حالي ريدي. شو رأيك بالأمومة؟ يعني أحساسي كتير حلو، وأنا كتير بحب الأولاد وعالمي الأولاد، بحس لأنه فيهم البراءة. فبقول ان شاء الله يا رب الله يطعمنا بيبي، يلا كل شيء من الله حلو، بس انه بنت هيك بقول بدي بنت. شوف هو احساس تشبهني. احساس المرأة مع متعارف على احساس المرأة بهذه الشغلات يختلف عن احساس الرجل صح. بالحماسه بهالمنظر يشوفوه يعيشوا غير الرجال. والأمومة معروفة يعني في كمان عاطفة المرأة، حنية المرأة، شوقة لتشوف عائلة بتضل نسبتها أكثر من الرجال. سعد بدنا نسمعك هلا هيك بشي معزوف. هلا دراما هلا ايه تفضل. ليه بتعتبر الطرب أو المغنى لازم يكون دراما؟ يعني انت يلي عم بتحاول هلا قلبت له كده هلا جد هلا جد هلا لكن عن جد سمعنا شيء حلو. اللي بيغني نعم. غير شخصية الممثل إن كان كوميديان ولا دراما. هلا أنا كنت عم بحاول يعني أنا بكل لقاتي ما بحب يكون شيء كتير دراما يعني هيك. إيه والله لا تعرفت عليها بالبسين وعملت لي قعدة. الحمد لله ما في مشاكل كتر كتر. بيهربوا منا الناس حتى المصورين ما بيتركوا بالله أنت بده خلص ما زقنا. بس ما بتعملش هيك شوية حماس شوية لا ما خصها ما خصها هيدي قصدك حماس وجو وكذا أمبيونس أمبيونس طب بيختلف الوضع. سمعنا شي حلو يلا رح نقول شي هيك بما انه كلنا
نحب البلد ونحب لبنان. رح أقول شيء هيك للبنان. رح أقول شيء هيك للفنان إلي شويري. لا 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 اكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب يا دار الأوفى طيبت لي كل أشعار يا دار الأوفى طيبت لي كل أشعار عدايم مضوي ومزروعة مجد وغار عالبرج العالي وفو الخيالي وسيوف تلالي وشمسك ما تغيب لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب لا 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 لا. شو أكتر غنية بتحبي سمعك إياها سعد لما تكونوا قاعدين سوا؟ أكتر شي حبيتها بصوته أكيد في كذا غنية عن نابي. عن نابي دايماً بقول له غنية كتير حلو. رح تسمعنا إياها؟ عن نابي؟ إيه بدنا نسمع شي بتحبه المدى؟ جنين وارض
سايب عبير يعدو لو فات الحلي وابتنين العلوم على خده شايب جرمين وارضو ونسايب عبير بيعدو لو فات الحلي بتهل الروايح منه وبيتقل عليك منه بتهل الروايح منه وبيتقل عليك منه متأكد وعارف انه الله روحي ليه ويرضيك ويسبني من نار اللي بتدوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة الله رائع شكرا رائع سعد اليوم عم نشوف تركيزك على الغناء ببعض المطارح مثل كأنه خلص انت أمنت العالم كلها صارت تعرفك كممثل مثل عم تحط طاقتك بالمجال الغنائي اكثر قد ايه هالشيء مزبوط صح 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 يعني انا عندي نعمه الصوت من اجمل شيء بحياته للفنان يكون عنده صوت حلو بيغني لحاله بيسلي حاله وقت الفراغ بيغني لاصحابه بيغني للناس وخاصه اذا كان عنده احساس بالمغنى فبحب أنا أوصل هيدي الشغلة للعالم يعني مشاركتي مؤخراً بديو المشاهير كان بهدف أنه من خلال صوتي نقدر نساعد الناس والحمد لله ساعدناهم بقدر طاقتنا بغض النظر عن الأشياء اللي حصلت بس إنما كانت تجربة منيحة ولن تتكرر اليوم بيظل الأوضاع اللي عم نشوفها بالبلد والأزمات الاقتصادية وهيك شو الأمل اللي فيكم توجهوه للناس من خلال شو من خلال أي عمل فينا نوجه هيدا الأمل للناس لأنه بتحس اليوم الناس صارت فاقدة هيدا الأمل بالاستمرار نحن على مدخل سنة جديدة أنا تعلمت بحياتي شغلة اللي صارت معي دروب وخلتني اتحسب فكل إنسان أنا بقول له خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود لأنه نحن ببلد للأسف ما في استقرار يعني أنت بتقعد بتشتغل سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة تعمل يمكن شيء عقد حالك تجيك سنة تقضي على العشر سنين اللي أنت حضرتهم ترجع من جديد فأنت ببلد غير مستقر وأبشع شيء الإنسان لما يحس حاله أنه عم بيمد ايده للناس شوف في قول الامام علي عليه السلام بيقول وضقت الطيبات كلها فلم اجد اطيب من العافيه وحملت الحديد والصخر فلم اجد اثقل من الدين فالواحد يمكن صحته منيحه ما معه مصاري بس صحته جيدة في ناس معها كتير مصاري وعم يصرفون على صحتهم شي معه كذا وشي معه كذا الله يبعد كل الضرر عن كل الناس وتخيل انك انت عليك دين صدقني ما بتنام حتى عم خدتك بتصير تقول بكرة وجمعة الجاي والشهر على الباب فيكونوا واعيين لمستقبلهم يكونوا واعيين لحالهم هيدي بالنسبة إلهم هلأ بالنسبة للبلد البلد هاي ضيق ما بدنا نفوت سياسة لأنه بدناش نوجه راس الناس يعني. صحيح. صحيح سعد يعني قلبناها هيك شوي حزن بس لا بدنا نرجع لسعد كنت مخبى وريتي كلينكس هون وين أنا أخذت لك إياها كفي سعد لا بدنا غنية مرحة ها مرحة إيه لك برجع طمعانين فيك كتير اليوم رح نقول شيء أنا بحب السيدة فيروز الله إيه هلأ عادة أنا بجيب معي هيدي اللي شو بسموها مثل السنادي نعم لما بواحد بدق على العود بعلي إجره هيك
عم نوجع لك اجرك. لا عم علي اجري مرات عم تصحف عم تصحط الريش. تصير الساعة 12 وننتقل لسنة 2020، شو تمنياتكم لهيدي السنة الجديدة للناس وللمشاهدين؟ يعني أنا بقول إن شاء الله يا رب نصير إيد وحدة ومعمة السلام بلبنان وبالعالم، وننسى الماديات ونروح صوب الروحانيات، ننسى المصالح الشخصية ونقول كلنا لهالبلد، ويا رب هيك حكام العالم يتفقوا على حل يكون لمصلحة البشر إن شاء الله. سعد تمنياتك؟ يعني بضيف عليها أن يكون الإنتاج الفني أكثر، يكون في اهتمام بالمواضيع الوطنية لتحصين الساحة اللبنانية تما يفوت علينا فلان من هون ومن هون ومن هون، وإن شاء الله بيرجع لبنان مثل ما كنا نقرأ عنه ونسمع عنه سويسرا الشرق.